الحقيقة ان يعني نستكمل اخبارنا ونحاول نرجع تاني نرجع للكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب. تحياتي لحضرتك سيادة النائب. طيب الحقيقه برضو ان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد من المشروعات والطرق والكباري اليوم، وان شاء الله الاسبوع قبل الاخير من مايو برضو هيزور محافظه دمياط، وهقول لكم ايه المشروعات اللي هيتم افتتاحها ان شاء الله. لكن رجع لنا تاني الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تحياتي لحضرتك سياده النائب. اهلا وسهلا، اهلا بكم. يعني النهارده من واقع انطلاق فعاليات تنميه الصعيد وحضرتك من محافظه قنا، كيف تابعت هذه الفعاليات يا فندم؟ ووجود يعني الرئيس الان من قنا، لقد انتهى منذ قليل لقاء السيد الرئيس باهالي قنا واعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبيه والتنفيذيه. والحقيقة أن اللقاء كان وديا للغاية، خاصة عندما أفتح السيد الرئيس الوقت لمواطن بسيط ليشرح قضية أهل المراجدة مع الأرض. ترك له الرئيس العنان، وكان الرجل شجاعا وجريئا، تحدث بطلاقة وعبر عن قضيته. فما كان من السيد الرئيس إلا أن أصدر قرارا بأن تتحمل القوات المسلحة مساحة 1000 فدان لتوزع على المواطنين، وكانت هذه اللفتة من السيد الرئيس مسار ترحيب وإعجاب من أهالي المنطقة بأسره. هذا اللقاء ترك انطباع جيد لدى الجميع، وخصوصا أن السيد الرئيس اتخذ قرارا فوريا وحاسما وكلف الأجهزة التنفيذية والأمنية والعسكرية والرقابية بضرورة نزع أي أراضي من أراضي وضع اليد التي يضع بعض المواطنين أيديهم عليها دون أن يتم توفيقها في الفترة الماضية، وطالب بالتفرقة ما بين الأراضي المزروعة والتي هي في دور التوفيق وبين الأراضي التي وضع البعض أيدي عليها دون ما أن يلجأ إلى الوسائل القانونية. هذا القرار حدده السيد الرئيس في ظرف نهاية الشهر لابد أن يتم وأن يحسم، وهو أمر مهم للغاية، وأعتقد أنها مسألة سيكون لها تأثيرها الكبير على مستوى البلاد. طب يعني سيادة النائب خلينا نرجع تاني لقرية المراجدة، وتحديدا يعني انتوا كنواب محافظة قنا اثرتوا الموضوع ده كتير تحت قبة البرلمان وبالتحديد في لجنة الزراعة، كيف ترى يعني تصرف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذه القرية في وقت قليل بعد عرض المشكلة؟ اولا سبق وان قدمت طلب احاطة في مجلس النواب عن ارض المراجدة، وجاءت لجنة، شكل المجلس لجنة كنت فيها، وجئنا بحثنا مشكلة أهالي المراجدة، ويعني خصوصا بعض الأراضي التي تم انتزاعها. والحقيقة أن السيد الرئيس بقراره اليوم يعني خفف بالفعل من ألم المواطنين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار، لأن الأرض هي مصدر معيشتهم. وكما قال المواطن حمام، فإن أهالي المراجدة أنفسهم لم يضعوا يعني ولا يمتلكوا أي شبر من هذه الأرض التي يفترض أنها منطقتهم وأنها أرضهم، وإنما جاءت عناصر من خارج المراجدة ووفقت أوضاعها عليها أو وضعت يدها عليها. كلام الرئيس كان كلاما واضحا ومحددا، وكان قرارا يعني الحقيقة نال ارتياح الكثيرين عندما قرر تخصيص مساحة 1000 فدان تقوم القوات المسلحة بسداد كل ما يلزمها على أن يتم توزيعها على المواطنين، وشكل لجنة بذلك الأمر أدخل فيها حتى جمعية الأورمان لتكون طرفا أساسيا، كما أن اللواء ممدوح شعبان العضو المنتدب لجمعية الأورمان قال أنه سيقدم يعني دابة لكل أسرة حتى مجانا، حتى يمكن بالفعل أن تتعايش منها في أعقاب تملكها لهذه الأراضي. طب سيادة النائب، بما ان حضرتك ابن من ابناء محافظة قنا، والحقيقة ان يعني النهاردة شفنا افتتاح شبكة من الطرق والكباري وهذه مشروعات طويلة المدى، كيف يمكن استثمارها تجاريا وزراعيا وصناعيا وسياحيا؟
يعني بالفعل قنا يعني مكان خصب للاستثمار، هناك منطقة صناعية، ولكن الحقيقة اليوم افتتاح السيد الرئيس للعديد من المشروعات المتعلقة بالصوامع وبالطرق والكباري اعتقد، وايضا مساحات الاراضي التي تمت اصلاحها، اعتقد انها بداية مهمة لجذب المستثمرين في محافظة قنا، سواء كان هؤلاء المستثمرون من أبناء الصعيد أو من الذين يرون في هذا المكان استثمارا مجزيا. أعتقد أن ما حدث اليوم يمثل نقطة تحول مهمة أتمنى أن يبنى عليها في الفترة القادمة. يعني بنشكر النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب وابن من أبناء محافظة قنا، كل الشكر.